السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد. فيديو جديد من قناة أحمد نصر الله. فكرة فيديو اليوم جيمينج جيمينج جيمينج. أوكي، فرح نلعب لعبة اسمها روبلوكس. أتوقع 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 الأغلب بعرف هاي اللعبة، فيها كتير ألعاب، فإحنا رح نلعب واحدة من هاي الألعاب اللي هي زي التحدي ممنوع نخسر. أوبي أوبي هي. أوكي خليل، جبت المفتاح؟ نسي خليل يعرف عن حاله. خليل عرف عن حالك، عرف عن حالك. السلام عليكم، كيف حالكم؟ انا انا وصاحبي احمد راح نلعب سكيب ذا دنتست اوبي. اوكي، فشوفوا شرير. اوكي يلا. بالنهاية بنهاية هذا الستيج متى؟ استنى هذا كمان ببيع. لا لا خلص يسلم، وانا مش بديش اشتري. يلا يلا. يا الله بسم الله، طلع اسنان يما. بس يا جماعة، هذا الفيديو لعبة انه الدنت انه الدكتور الاسنان بيكون فيه شرير، فلا تاخذوا فكرة عنهم انهم اشرار وهيك، يعني انه ما بيخوف ما بيخوف، على عكس كل الفيديوهات اللي بينشروها اليوتيوبرز ما بيخوف عادي. هذول يعني هذول بس العاب عشان يعني نتسلى وهيك. يعني هذولك الفيديوهات فيديوهات بيكونوا بس بدهم يعني خافوا اطفال الاطفال، ما بعرف شو السبب، يعني بديش ادخل في محتوى ثاني اللي هو محتوى الانتقاد ولا بدي. اوكي، بس بقى حابب اوصلكم فكره انه ما بيخوف دكتور الاسنان عادي،